في ناس كثير يمكن زي ما يحبوا التقطيف، حبوا الملوخية بس ما يحبوا التقطيف. 9 ريال بن داود اللي في الخالدية، يلا هذا بن داود جاكم إعلان كده بس عشان أضبط المتابعين. شوف والله باين نظيفة من التقطيع. شوفوا يعني في ناس فكروا التقطيف ذاك اللي فيه غش، أحيانا ترى أنا فيه غش كده سفر يعني صغير كبير والوسخ كله، والله غير آخذ منه إن شاء الله. في سوريا في سوق والله كل شيء مقطع، سوق الكسلة، لا ما في الكسلة. خالة ومازن ما شاء الله من المتابعين الجيدين، الله يدي العافية. اكتبي لي بالله ايش اسم السوق اللي في سوريا كنا شوف في منه ملخية بامية مدري ايه في سوريا زي كده. هذا بن داود، هذا الجهاز لازم في كل محل، كل عشان يمنع المشاكل العائلية، يمنع بين الأصحاب، يمنع ليش؟ أحيان عند الحساب حسابك 500 1000 2000 100 ريال، ليش أخذت يا شيخ؟ ليه ونقعد بالمشاكل، أو أنت رسلت صاحبك أو خلاص تقعد تجمع. حلو، اقرأ السعر خلاص، حسابي كله 200 100 1000 2000 خلاص عندك في الحسابية، ما عندك نقص وروح حاسب ضروري. انا لو وهنا ورق عنب، حتى التوم ما شاء الله مرة مشهور الورقة حقته، والله ينفع مدري للعزاب اللي يبغوا بسرعة ودحين موظفين موظفات يبغوا كل شيء سريع، والله في حاجات ما شاء الله عليه مقطع، بس شيله ارمي في القدر. بس ما ادري انا شايف جزر على ما ادري هذا تنطبق كمان، والله ما ادري هتشوف كل واحد يشوف خراجه. لكن الحاجه الجميله اني حصلت والله بابونج، شوف اول مره اشوف والله بصراحه البابونج كده بورقه، شوف طازه بابونج مراميه زعتر ورد، يا ورد يا قلب الريح، نعناع المدينة، عساوي مغربي حبق مدري شو، في ناس من برا المدينة نحن نقول له حساوي، في ناس ايه شوفوا والله كاتبين الاثنين، اللي ما يعرف كده يجي كده حبق. ريحاني طالي على فكرة، الريحان هذا اللي عند البيوت وزي كده أول مرة أدري إنه، ما أدري في ناس حطوه بالسلطة. ما شاء الله عندي واحد من الموظفين يماني يا عم حسن، أشوفه حط هذه برا في الاستراحة يقطفه، يا بسوي لك سلطة يا راجل، وأنا أقطعه وارميها طلع والله شوفه يتباع كمان. هذا إيطالي حتى حقنا تأكل إيش، بس الإيطالي من المستورد اللي أحب أشتري له إيش كان سعره، المانجا العويس المصري، والله جيت فرحت قال عقلي هذا، بس طلع اسمه أكيدونيا، قال لي هذا ب6 ريال بس فاكهة مصرية، والله ما عرفت هذه أكيدونيا. هنا 19 ريال، بس كم حبة؟ تقريبا 1 2 3 4 5، اللي يقول غالي حاب يجرب أول شيء هنا يدوق حبتين ب9 ريال تفاحتين، عجبك كل 3 حبات، عجبك كل 5، تبي تفاح أبشر. يلا شوية خلينا نشوف هنا المستورد، البصل 19 ريال، 29 ريال، بصل أبيض، بصل هذا بكم؟ 29 ريال، الفجل والله سبحان الله، هو عشان مستورد في أشياء كثيرة جاية من برا، مو
هنا قسم المستورد. طيب فلفل الحار 6، الطماطم هذا 8، ايوه البرتقال هذا اللي تاكل بقشره 11 ريال. الله يديم النعم يا رب. جزر 11، خس 18 ريال، 3 حبات صغار. وين اللي حبوا الفسيخ؟ فسيخ رنجة، شغل مصري، شغل سما الرنج، ملح، تدخين طبيعي، مدخن فخ، 16 ريال. اضرب رنجة وحط عليها ليمون، خلاص جاهز. بس تبغى هذا الحجم او الاصغر مرة، يلي حب الرنجة شم النسيم. يلا